خليني انا اقول لا كحكي يعني توني استوعب كنت باكلها. مرحبا يا جماعه اليوم بسرعه بسرعه لاني بياكل بسرعه. اليوم 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 انا وفريد عم تحدي نار انترو. طيب اليوم الفيديو تبعنا رح ناكل 200 قطعة نيجتس. طبعا هي البروسيس, روحوا شوفوا روحوا شوفوا شو كان الرياكشن تبعهم للي بيشتغلوا بالمطعم. هيك مضحك, ما كانوا مصدقين. لوك علي حاليا زي ما تشوفون رايحين على ماكدونالدز. تحدي 200 قطعة صح؟ يس yes. اوكي تحدي 200 قطعة لان احنا وي ار سكيني, احنا نحاب يا جماعة. يس yes. انا راح اكل 100 وفريد راح ياكل 100, نشوف مين اللي ياكل اكثر. yes. طبعا ما تعرفون انا اليوم متغدي منسف اردني. oh. كان مليان دهن فتحدي صعب بالنسبة لي ناكل 200 نقطة, بس حاليا جوعان يعني. احنا بالطريق وصلنا هلا على ماك وبنشوف الرياكشن تبعهم لما نحكي لهم انه بدنا 200 قطعة. خلينا نشوف. انا احس لما ندخل انه بيكون بالصوت مش بالصورة, يعني ما ببين وجهه بيقول ايش ها. شو هلا بسمع. شو عم تقول؟ اح هذا كان بيسقى فينا. طبعا يا جماعة السواق في الاردن اكتشفت اكتشاف عظيم, السواق في الاردن يعني مرة حلو. يعني قبل شوي كنا بنسوي 5 حوادث يمكن. مو منها هي يعني, هم سواقتهم كذا يعني. شكرا. بس انا كيف سواق؟ لا الصراحة كويسة. مرحبا, بدنا 200 حبة تشيكن ناجت. ايه 200 حبة تشيكن ناجت. وين هدول؟ عندكم؟ لا مرة واحدة. مرة واحدة يعني 10 باكيتات. بدنا 200 حبة ناجت. 200 حبة. ايش ثاني غيره؟ يعني بحس انه بكفي. لا اصبري, اهم شيء الصوصات, مليلنا صوصات. صوصات كل انواع. يس تمام. يعني حط من كل صوص 2-3 كذا. صوصات كل انواع. واثنين بيبسي. لارج بيبسي. لارج بيبسي تمام. بيكون معهم كولا. معهم اثنين بيبسي كولا كبير. ايش ثاني؟ علبة بطاطا واحدة. تمام. حط معهم اثنين لارج كولا. صف عقلهم. 200 حبة نيجتس وعلبة بطاطا واثنين كولا. ما نبغى نكثر بس. اهم شيء الصوصات كثر لي. اوكي اعتقد انها اول مره بتنطلب عندهم 200 نقط. الرياكشن تبعي بحكي له وين هاي عندكم. صراحه انا جوعان. انا جعت جوعان. عمره حدا طلب من عندكم 200 تشيكن نقط؟ يعني بالصدف هاي. صدف؟ اه صعبه. بس انا اكيد كسرت ال 300 تحدي. ايش؟ خليهم 300. لا مو شوف بدنا نبالغ يعني. 300 شوي كثير. شوي شباب شوي كثير. شوفوا يا جماعه شوفوا فلوس الاعلانات. عجيب عجيب شباب فلوس الاعلانات. كمان هي راح تحاسب. كذابه كذابه دموع تماسيح. تعطيك ولا فيزا فرح؟ لا لا تبعتي تبعتي حلوه بس. فرح طلعت عليه السماعه مش حلوه, بفكر انه فيزا تبعتك. وين النقط؟ واحد النقط هناك. طلع ما شاء الله. سال السباق القدام. هي 200 نقط شباب. يلا ثانك يو باي باي. الله يعين من جد من جد. الله يعين اللي ورانا, السياره اللي ورانا بيقعدون ساعتين يتظاهرون. مرحبا. بعد اذنك اوردك بده ربع ساعه. يا سلام. كلا هو شباب ربع ساعه. ربع ساعه. طيب وين نستناهم؟ عند العلامه السوداء وان شاء الله بنجيب لك. خلص تمام ثانك يو. ايش هدول 22 زياده؟ لا 200. لا هو 200. اوكي يعطيكم العافيه. مو هنا ورا ورا. يا سلام عشان هنا في غراض. قلبتكم انا. بس يلا هنا مستنى. باقي بعد زياده؟ ايش اللي ضايل؟ فرايز. هلا احنا يعني شطهم معين. خلص ال 200 نجت بس فرايز لسه ما خلص. ليش انجد؟ ليش ماك؟ ايش السر؟ اشتر الفرايز. ثانك يو سلم ايديكم. يعطيكم الف عافيه. طيب الان زي ما انتم شفتوا انا وفريد عاملين تحدي ال 200 نجتس. هو راح ياكل 100 وانا راح اكل 100. حنفرزهم. التحدي راح يكون من 50 دينار ل 50 دينار. نشوف مين بياكل اكثر. ليتس جو. اوه ماي جاد. اي ثينك وي جات تو ماتش. جاي ما راح يكفي الصحن. ووو شباب تشوفون يا جماعه. اعتقد انه بلغنا. ايه بس كمان بكتين. فريد حطيهم كلهم. عيني بيش تقطعش طيم. لسه فيك. انا حكيت لحالي انه لا 100 نقطة نعمل, بعدين قلت لا رح يطلع كتير قليل على الكاميرا. مرة كثير عملت 200 بس يبقى. عن جد كثير ندمانة حاليا. مرة كثير. طبعا اكيد ما بنقدر بدون الصوصات. يا عيني يا عيني. بدون البطاطس. بطاطس. شو هالتاور شو يا حبيبي يا حبيبي يا جماعة. الوضع شوي مأزم. طيب are you ready فريد؟ I am
ريدي، بس خلينا نجهز الصوصات. خلينا نجهز الصوصات تبعتنا، مش تغش بالعد. هو يعد لنا، حط لنا عداد هنا وعداد هنا. اوكي يا شو شو هالتعب. يلا يلا، مع انه مش مسابقه يعني، عادي. يلا جاهز؟ جاهز. ليتس جو. ليتس جو. كتير زاك. نحن جعانين، مش ماكلين من الظهر. شبعت. شبعتني. نار احلى. نروح ناكل نتولف. We talk about stuff كذا يعني. وما نخليهم يجي يشوفوا. لازم تشوفوا على الطبيعة. انت لسه اثنين صح؟ عشان ما تدخل بالطبيعة. هذا الثاني. هذا الثاني. واو. واو. ليش؟ ليه خليه ياكل؟ وين؟ ياكل 100 حبة. حسيت وقت 99. لا خليه. يلا ماشي. انجوي. تفضل. سطع مطاح ما تشيل لي. سلام. يلا شو تشجيع كان؟ هاي الثالثة. هاي الثالثة؟ أول رابع مش عارف. مو من اللي ياكلها أسرع يعني. ما أخلق. زين ها؟ ثلاثة ها؟ طب خلصني بيدك يا نصابة. أنا بخلصها. ما بحب حد يتحداني. بدون ناقصنا يهربوا المتابعين. ASMR. أربعة. كمليهم. ما بقول. أنا إذا بوقف أكل بوقف من القرف اللي قاعد يصير جنبي، مو عشان شبعت. اللي بعده. لا أحلى شيء بموضوع إنه كنا بدنا نعمل 1000 حبة تشيكن نوجتس. مجنونة. بس لما حسبت الحسبة طلع أغلى من أجار دار لسنة. شباب يؤسفني انني سوف اقدم استقالتي. ليتس جو. قادره جماعه؟ مش مو قادره، مش عارفه قد ايه اكلت. وطفت الكاميرا وضوت، وكنا بنصور واحنا مكتوب لنا انه في شيء ستورج، وراح نصه واحنا مش عم ناكل. فحاليا بما اني انا قدمت استقالتي يعني فريد فاز. وطبعا هاي احنا كنا نلمس التشيكن ناجتس نفسها، ما راح نكب طبعا 100%. فتهجوش علي بالكومنتات، بلاش اهجم عليكم بالرشاشات. فريد مبروك. الله يبارك فيك. الف حب. خلصت التحدي يعني تقدر توقع، يعني تقدر هسه انت تحكي انه اوه واو منيح اني فزت ياي. يعني فوق ما نخسرك 50 دينار. يلا يلا. ليش هيك حظي؟ حظي ما دينار. خلاص بحول لك اياهم. لا كاش. ما عنديش كاش. عدا نقدا.
كارما أكيد سويتي شيء وراي، أنا متأكد مليون بالمئة. لا عبر ما عملتي شيء، خذ أكثر من هيك ما بعطيك. ترى صار لي أسبوعين هنا يعني أعرف هذه إيش. هاي 3 دنانير 3 ليرة. رح أشتري لك علبة بيبسي فيهم. ولك جيب ال 50 دينار. يا جماعة التحدي كان قوي بس الصراحة انصدمت من رغدة كيلة طلعت. أنا كثير بحب الأكل، أنا لو بدي بقدر أكمل بس عشاني ماكلة وري دوالي ما عزمتك عليه فما حكيت. دوالي أنا أكلت منسف كركي مليان زيت ودهن وسمن. ماشي متعودين على الكبسة يا شباب. أنا مش قادر أكمل يعني للأسف شديد، بطني بلش مغصني عم يحكي لنا لو ستوب ولا على بالي. طيب يا جماعة خلاص يا أخوي خلاص. ايه جماعة هاي مبدئين على فكرة بس كثير اكلنا منيح يعني على فكرة اي ثينك انه اكلنا 100 يمكن. لا مستحيل، شو اكلت 50 وانت 50؟ لا كل واقعيين اي ثينك اكلت يمكن 40 و لا انت يمكن اكثر شوي، يمكن انا 35 حاسة واعتقد انك انت يمكن 40 هيك شيء. طيب جماعة هيك بيكون خلص التحدي تبعنا لليوم. طبعا فريد خلص والله احول لك اياهم يلا هلا عني عاد. طبعا فريد كثير مبسوطة بحضورك والله اكثر يعني صورنا هيك اشياء حلوة ويا ريت ترجع كمان عشان نصور كمان فيديوهات مع بعض باذن الله. قناة تحت في الديسكربشن تلاقونها على طول، الرابط على طول اول ما تنزل سبسكرايب يا شباب، نبي نوصل 2.5 مليون طولنا. زي ما بدك فريد قناته بالديسكربشن، اللي بيحب يضيف مش ضمن مش كثير ضروري. لا لا جيش راخده وقت الشدة تعالوا حياكم. طيب يا جماعة ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، احكوا لي ايش كمان تحديات ممكن نعملها يعني حلو والله هبد تحدي كان احلى شيء الرياكشن تبعهم. يلا ديروا بالكم حالكم وبنحبكم كثير ولا تطلبوش 200 تشيكن نقت على البيت عندكم. نصيحة مني لفريد لكم لاخواني اخواتي باي باي. Fall through with the light sticks. We open up when the light flicks. On sight, yeah, the cash rolls, everything around me. Hunting for the bounty. Where that nigga drip on found me.